تحياتي واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الحقيقه. ان شاء الله يا رب تكونوا بالف صحه وخير وسعاده، وخلي بالكم من نفسكم ومن صحتكم. الوباء لسه موجود، الكمامه، التباعد الاجتماعي، الكحول، غسل الايدين، التغذيه السليمه، كل ده معلش بنفكر حضراتكم وبفكر نفسي معاكم ان احنا لازم نحافظ على نفسنا باذن الله. نبدا اخبارنا النهارده في حلقتنا الثقافة البيئية. الحقيقة مفهوم الثقافة والتوعية بيها شيء كده مش برضو مصطلح بنقوله والسلام، لكن لازم يكون عندنا أسس ومعايير بتبدأ من الدولة وبناء عليه بينعكس على سلوك المواطن في ثقافته في التعامل مع البيئة المحيطة به. طب إيه اللي حصل في الملف ده؟ النهاردة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء. الاجتماع ده تناول استعراض جهود تطوير القطاع البيئي على مستوى الجمهورية. الرئيس وجه بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، وكمان استكمال منظومة التعاون والتعامل مع المخلفات الصلبة. ده طبعا غير مخلفات البناء اللي بتبقى موجودة في كل حتة في بلدنا. ده بيتم في إطار المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة اللي بتحصل دلوقتي وفي المستقبل كمان، إلى جانب طبعا التوسع في مشروعات إنتاج الوقود الحيوي من النفايات لما له طبعا من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي مترابط في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدراجه ضمن أنشطة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري. الرئيس كمان وجه بتعزيز البرامج الداعمة للتوعية البيئية والمشاركة المجتمعية ودمج الشباب في هذا المجال، ده طبعا إلى تعظيم الحوافز الخضراء المقدمة إلى الهيئات والمنشآت والأفراد اللي بتساهم في زيادة معدلات تحسين الأداء البيئي. الكلام ده هيحصل إزاي؟ ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي من معالي الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. معالي الوزيرة تحياتي لحضرتك في البداية. اهلا وسهلا، ازي حضرتك ازاي؟ طيب لو محتاجين، ان احنا شايفين ان مش وزاره البيئه اللي هتشتغل لوحدها في الملف ده، الحقيقه في تكاتف وتنسيق مع الوزارات الاخرى عشان نقدر ان احنا يعني نستفاد ويبقى في مردود ايجابي على ارض الواقع في الملف البيئي. ايه اللي حصل بالظبط في الاجتماع وازاي هيتم على ارض الواقع؟ استاذه ايه، طبعا احنا النهارده اجتمعنا مع فخامه الرئيس مع دكتور مصطفى مدبولي وزملائي التخطيط والتنمية الاقتصادية المالية البترول السياحة والآثار والثقافة. تطوير القطاع البيئي الحقيقة كان فخامة الرئيس بأوائل 2019 وجه بتطوير هذا القطاع وتغيير لغة الحوار، بمعنى إن ما تبقاش وزارة البيئة هي منسق وهي بتقوم بعملية الحفاظ على البيئة، لكن يجب أن يتم دمج المفهوم بتاع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في كافة القطاعات التنموية، ونقوم بده الحقيقة بشكل ما يبقاش شكل نمطي. بمعنى إيه؟ إن ارتبطت دايما عمل وزارة البيئة بالوزارات اللي هي بتسبب بطريقة أو بأخرى التلوث أو في مشاكل في طريقة تعاملها مع البيئة، على سبيل المثال وليس الحصر، البترول، الصناعة، الزراعة، الري وما إلى آخره. كان توجيه سيادة الرئيس الحقيقة من البداية إن إحنا محتاجين نعمل دمج للبيئة في القطاعات اللي هي مش نمطية، القطاعات اللي هي لها تأثير في تغيير المناخ التام، على سبيل المثال المالية، التخطيط، الشباب والرياضة، الثقافة، اللي هي الوزارات اللي هي شغلها متعارض بطبيعته مع كل الوزارات عشان ندي التأثير بسرعة على الأرض. مش شرط ان احنا بننفذ مشروع بحد ذاته وندي نموذج ليه، ولكن السرعة في ان انت تدي أداء ومردود سريع هو ان احنا نلاقي وزارة زي المالية الحقيقة بتطرح سندات خضراء لمشروعات خضراء ب 750 مليون دولار. هي ايه المشروعات الخضراء دي يا دكتور؟ عشان برضو المواطن يبقى عارفها بشكل كبير. تراعي البعد البيئي، والبعد البيئي هنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الموارد الطبيعيه. لما بتيجي تعملي اي مشروع للتنميه بتستخدم ارض،
التربة بتستخدمي طاقة. معالي الوزيرة، طيب احنا هنحاول مع معالي الوزيرة مرة تانية زي ما يعني أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن في وزارات بتبقى يعني معنية بكل الوزارات الأخرى، يعني ليها ملفات كده يعني بشكل كبير ليها اتصال مباشر بكل وزارة في مصر، زي وزارة المالية وزي وزارة الثقافة وزي الشباب والرياضة وزي السياحة وزي التخطيط طبعا بشكل كبير جدا. عشان كده كان الاجتماع ده بيعكس التنسيق وأهمية الملف ده بالنسبة للدولة وانعكاسه بعد كده على الواقع القريب بالنسبة للمواطن المصري. معالي الوزيرة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة معانا مرة تانية. معالي الوزيرة حضرتك سامعاني كويس دلوقتي؟ سامعة حضرتك. اتفضلي يا فندم. كنا بنتكلم عن المشروعات الخضراء. هي استهلاك هذه المشروعات للموارد الطبيعية من مياه، من طاقة، من تربة، وكيفية احتساب هذه الاستخدامات بتاعتهم بحيث ان الموارد الطبيعية تبقى للأجيال القادمة. دي فكرة المشروعات الخضراء. يعني لما نيجي نعمل مشروع مثلا هنشتغل على النقل، قطاع النقل هنستخدم الوقود التقليدي اللي هو الديزل والسولار والبنزين وما الى اخره، ولا هنستخدم غاز طبيعي ونستخدم كهرباء، سواء بنتكلم عن النقل الجماعي او بنتكلم على المركبات العادية. وبالتالي لازم ان احنا نبقى بنفكر في البدائل، ما هي البدائل التي تكون صديقه للبيئه وتحافظ على الموارد الطبيعيه للدوله. هي دي فكره المشروعات الخضراء. فاستكمالا للي كنت بقوله لحضرتك، عمل الوزارات غير التقليديه في مجال البيئه زي وزاره الثقافه مثلا، ايه الرسائل وايه الاليات اللي احنا محتاجين نضعها عشان نغير ثقافة المجتمع اتجاه البيئة، ما هي الممارسات الإيجابية. والحقيقة وزارة الثقافة ووزارة الثقافة لها دور كبير في ده، في عرضها وطرحها إلى إن الفن نفسه يتناول القضية بتاعت البيئة والممارسات الإيجابية في دوا من خلال مسرحيات تتعمل، من خلال معارض إن هي تتعمل، مسابقات فنية وما إلى آخره، استخدام قصور الثقافة عشان نبتدي نتكلم على المشروعات البيئيه وما هي تاثير ده على المرض الصحي للمواطن المصري. كان مهم طبعا في توجيهات سياده الرئيس ان احنا نعرض كل ده، نعرض عمل الحكومه وما قمنا به سواء مع الوزارات التقليديه او الوزارات الغير تقليديه وغير نمطيه عشان نغير المناخ ده. في اطار العرض برضو الحقيقه كان توجيهات سياده الرئيس إن إحنا من ضمن اللي كنا بنعرضه على ما تم إنجازه في خلال عامين وخفض نسبة التركيبات بتاعة الجسيمات العالقة، وده جزء في تلوث الهواء، انخفض 24% في خلال العامين الآخرين. كنا بنحكي برضو بنقول ما هي المشروعات اللي سريعة جدا في خفض دون أو يعني إن هي بتؤثر بصورة مباشرة على تلوث الهواء سواء المخلفات أو القطاع بتاع النقل. فعرضنا تجربة مثلا مشروع البايو جاز اللي هو استخدام روث الحيوان والمتبقيات الزراعية في الريف المصري عشان يخرج غاز للست في البيت أو سماد للفلاح ويشغل فدان. فده نموذج الحقيقة لمشروع متكامل من ناحية الاقتصادية، من ناحية الاجتماعية، ومن ناحية الحفاظ على البيئة وإعادة استخدام المخلفات مرة أخرى. فخامة الرئيس وجه الحقيقة إن هذا البرنامج يبقى برنامج قومي سواء على الوحدات المنزلية في الريف المصري، في القرى اللي بالمبادرة اللي الدولة شغالة عليها دلوقتي على 1500 قرية، أو إن إحنا نشتغل على وحدات كبيرة على المزارع بتاعة المواشي للإنتاج الحيواني، وبالتالي بقى في كفاءة لاستخدام هذا النوع من المخلف اللي هو هيوفر على الدولة موارد بعد كده وهيبقى مفيد في نفس الوقت لل بيستخدموا المواشي او اللي هو في الريف. بس ازاي هتوصلوا للافراد؟ يعني ازاي هتفهموهم التكنيك الجديد ده او الطريقه الجديده؟ احنا عملناه بالفعل. كويس السؤال ده حضرتك طرحتيه. احنا لدى وزاره البيئه مؤسسه غير ربحيه اسمها مؤسسه الطاقه الحيويه. عملنا التجربه دي الحقيقه. احنا عندنا دلوقتي ما يقرب من
1500 وحدة منزلية صغيرة على مستوى عدد من المحافظات زي أسيوط والفيوم والمنيا. الشهر اللي فات الحقيقة افتتحت أنا وزميلتي وزيرة التضامن ومحافظ المنيا المشروع ده لما عملناه على قرية بني حسن في مركز أبو قرقان. غيرنا الحقيقة القرية نفسها بحيث إن إحنا أنشأنا 60 وحدة منزلية للقرية بالكامل بتستقبل روث الحيوان والمتبقيات الزراعية وبتطلع سماد للفلاح وغاز للست، واللي أنشأ هذه الوحدات هم الشباب بتوع القرية. فبالتالي هناك تمويل وهناك شركات تم إنشائها لوحدات البيوغاز، بيبتدي ندرب الشباب بنقول لهم ازاي ينشئوا الوحده، يعملوا لها صيانه، يعملوا لها نوع من انواع الاداره. فبالتالي بقى استخدام مخلفات مره اخرى بتطلع منتج مفيد، بتشغلي الشباب وتعملي فرص عمل جديده، وحاجه تقدري انت تتوسعي فيها على مستوى الدوله. وده كان الحقيقه توجيه الرئيس لينا النهارده ان احنا نتوسع في مثل هذا المشروع. توجيه ثالث الحقيقة برضو الرئيس وجه بيه هو فكرة التكامل واستكمال العمل سواء على الوزارات النمطية أو الوزارات غير النمطية. على سبيل المثال هنتكلم على البترول وما تسببه المنشآت البترولية من الصرف بالذات على خليج السويس. فمع زميلي المهندس طارق الملا بدأنا توفير أوضاع 9 شركات اللي بتصرف على خليج السويس، وصلنا دلوقتي بالفعل لمنع الصرف للشركتين بالكامل، وباقي 7 شركات شغالين وهنستكمل خطط الإصلاح بتاعتهم بالكامل لوقف الصرف المخالف مع نهاية 2021. أهم حاجة الحقيقة برضو اللي حابة أقولها توجه الدولة مع المستجدات الدولية. بمعنى إيه؟ حضرتك في أول الخبر بتاعك كنت بتتكلمي على الإجراءات الاحترازية وما يمر به العالم كله من الأزمة بتاعة كورونا. العالم كله توجه دلوقتي إلى أنه اكتشف أن يجب أن يكون هناك تصالح أكثر مع الطبيعة ويكون هناك تنمية وأنشطة متصالحة ومتوافقة بيئيا. فإحنا في إطار ده مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي اعتمد ما يسمى معايير الاستدامة البيئية. وخليني أفرح بس عجالة إيه هي المعايير. لما هنيجي نضع خطة الدولة القادمة، الخطة الاستثمارية بتاعت 2021-2022 من خلال وزارة التخطيط، هيبقى في مجموعة من المعايير البيئية يجب أن تتبعها الوزارات كلها لكي تحصل على هذه الاستثمار. ده الحقيقة مجهود هيحتاج تمويل وهيحتاج جهد مننا إن احنا نعمله، بس محتاجين إن احنا نعمله عشان نتحول إلى ما يسمى بالاقتصاد الأخضر. فكرة الاقتصاد الأخضر هي مش كلمة، هي مرحلة الدولة هتمر بيها وهتمر بيها تدريجيا على مدى 3-4 سنوات، بحيث إن الأجيال القادمة ممكن مش إحنا اللي نشوف ده، تبتدي تشوف إن مردود المشروعات اللي هتبتدي تتنفذ على الأرض هي مشروعات متوافقة بيئيا بتحسن استخدام الموارد الطبيعية. وبالتالي بقى الدولة ليها دور أكتر إن هي تتوافق. كل الدول دلوقتي عمالة تفكر لما هنتعافى من أزمة كورونا هنبتدي نعمل مسارات التنمية إزاي. مسارات التنمية مش هتبقى زي ما هي، مش هتبقى كثيرة التلوث، مش هتطلع انبعاثات كثيرة وما إلى آخره. فكان النهاردة موافقة من فخامة الرئيس إن إحنا نشتغل على استراتيجية التعافي الأخضر للدولة المصرية في خلال الفترة اللي جاية. هنجمع كل ده مع بعضه، هنشوف السندات الخضراء ودور القطاع الخاص فيه، المعايير بتاعه الاستدامه البيئيه نبدا بنفسنا ان ده الدور الخاص يعني، ورجال الاعمال هيكون ليهم دور في الموضوع ده؟ طبعا، لان هقول لك ليه لازم يكون ليهم دور، لان احنا مش هنقدر نمسك بعد كده في مسارات تنميه وتحول تنموي سريع بدون ما يبقى واخد في اعتباراته المعايير البيئية، وإلا هتفضل المنتجات المصرية مع ما يحدث في العالم الخارجي موجودة فقط داخل الأراضي المصرية. مش هنقدر إن احنا نتواكب ولا إن احنا نصدر للحاجات دي. الحاجة الثانية، البنك القطاع المصرفي، بنوك التنموية الدولية في 2019 أخذت قرار إن هي لن تمول أي مشروعات تسبب
زيادة حدة التغيرات المناخية. ما قمنا به الحقيقة في 2019 هو التعاون مع البنك المركزي والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية لتحويل عملية الصرف بتاعت البنوك التنموية الوطنية لتكون ليس فقط صديقة للبيئة ولكن تمول مشروعات تؤثر بصورة مباشرة على تقليل آثار تغير المناخ. دي حتة مهمة جدا، لأن لو ما لحقتيش تخلقي المناخ الداعم ده جوه الدولة، سواء على مستوى الحكومة، على مستوى القطاع المصرفي، على مستوى القطاع الخاص، هتلاقي بنتي بتمشي في اتجاه والعالم كله تاني بيمشي في اتجاه مع الناس بتتقدمي، فمش قادرة تشوفيها. كان التوجيه الرئيس لينا الحقيقة التوجيه ده من 2019، زي ما بقولك مش من النهاردة، بس احنا كنا النهاردة بنعرض عليه اللي احنا عملناه من 2019 انا وزملائي، ازاي احنا بنحاول نعمل تغيير للمناخ الداعم ونعمل عملية تحول للفكر وللثقافة ولمشروعاتنا. طب في تقنين لكل هذه الإجراءات المهمة يا دكتورة ياسمين، يعني بشكل أو بآخر، يعني التشريعات أخبارها إيه في الخطط المستقبلية عشان نقدر إن إحنا نقنن الأوضاع واللي هيخالف الإطار ده يكون في ردع ليه بشكل كبير؟ بصي، احنا عندنا ثلاث حاجات يمكن هقولهم لك سريعا اللي احنا اتخذناهم في خلال الفترة اللي فاتت وطلعت بالفعل كقوانين. هقول لك أول حاجة قانون تنظيم إدارة المخلفات. الرئيس النهارده وجه باستكمال منظومة المخلفات الصلبة البلدية أي القمامة، وكمان التركيز على مخلفات البناء والهد في ظل طبعا ما تقوم به مصر من عمليات بناء ومن توسيع طرق وما إلى آخره. قانون تنظيم إدارة المخلفات اللي تم اعتماده من البرلمان في أكتوبر اللي فات ما بيتعاملش فقط مع مشكلة القمامة، هو قانون ينظم جميع أنواع المخلفات، بناء وهدم وزراعية وخطرة وبلدية وطبية وما إلى آخره. فده كانت بداية وضع الأساس التشريعي الصحيح لكيفية التعامل مع منظومة المخلفات. حاجة تانية، لما بنتكلم على الحوافز الخضراء، قانون الضرائب الجديد حط في اعتباره بعض الحوافز الخضراء والإعفاءات الجمركية لو مثلا سيارات كهربائية هتبقى بتستورد من الخارج. دي حاجة. الحاجة الثالثة، إقرار في نفس الوقت مجلس الوزراء لتعريف تحويل المخلفات لطاقة بتكلفة 140 قرش للكيلو وات عشان تساعد المستثمرين ان يبقى في حافز استثماري لما يجوا يعني يعملوا مثل او ينشئوا مثل هذه المصانع بتاعه تحويل المخلفات لطاقه، يجدوا المردود ليها والحفر الاستثماري هم يضعوا استثماراتهم. بالفعل لدينا طب يعني النقطه الاخيره مع حضرتك، يعني الحملات بقى، يعني الحملات الاعلانيه والدعائيه بشكل كبير عشان المواطن يقدر يكون عارف بالتشريعات اللي خاصه بقوانين البيئه، وتاني حاجه بالحملات اللي هو يقدر يساعد فيها ويبقى شريك رئيسي جدا في تطوير ملف البيئه في مصر. احنا اطلقنا حاجتين في خلال العام الماضي ولسه شغالين، بنحاول نشتغل بقوه اكتر، ليس فقط ممارسات ورسائل ولكن بمشاركه مجتمعيه. الحمله الاولى المبادره الرئاسيه تحضر للاخضر اللي تم اطلاقها في اوائل 2020 اللي بتقول ما هي الممارسات الجيده، وبالفعل نزل معانا مجموعه من الشباب والمجتمع المدني مثلا في اول شهرين قبل ما ازمه كورونا تبقى موجوده في عمليات التشجير على مستوى الجمهورية. الجزء الثاني، الحملة الثانية اللي أطلقناها في أواخر هذا العام هي الحملة الخاصة بأكو إيجيبت تحت تحضر للأخضر، وهي 13 مقصد سياحي بيئي داخل المحميات الطبيعية للشباب، سواء للشباب المصري أو للمجتمع المصري يعرف أن عندنا محميات طبيعية ووجود نوع مختلف من السياحة البيئية. الحاجة الثالثة اللي هنطلقها إن شاء الله في خلال هذا العام هي الحملة الخاصة بجميلة يا مصر، وهي مرتبطة أكثر بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية. المنظومة دي بتتكلم على إيه؟ قانون بيتكلم على إيه؟ إيه دور المواطن؟ إيه اللي الدولة بتعمله في البنية التحتية عشان الناس تحس إن في مجهود بيبذل لدون، لأن إحنا محتاجين نبني البيت زي ما قلت لحضرتك قبل كده في المداخلة. قصة منظومة المخلفات هتاخد وقت، بس ابتدينا نبني البيت وهياخد يعني شوية وقت لغاية ما نبتدي نشوف دون على أثر الشارع. الحملات اللي احنا عملناها واطلقناها ومستمرين فيها ليها جزئين، جزء رسائل ايجابيه وجزء مشاركه مجتمعيه وتمكين الشباب ان هم
يجوا يشاركوا يعملوا الحاجة بإيديهم عشان يحسوا إن البيئة دي جزء من حياتهم عشان وليس يحسوا بالظبط بالمسؤولية تجاه بلدهم وتجاه البيئة اللي خاصة بيهم في مصر الحقيقة. معالي الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، شكرا جدا لحضرتك معالي الوزيرة على كل هذه التفاصيل المهمة اللي حضرتك وضحتيها خلال هذه المكالمة الهاتفية. الحقيقة كان يعني خبر حزين عشناه بخصوص الأشقاء في العراق، هذه الانفجارات التي شهدتها العاصمة بغداد. عشان كده شفنا الخبر والبيان اللي خاص بإدانة جمهورية مصر العربية اليوم 21 يناير الجاري الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشقاء العراقيين. وأعربت مصر حكومة وشعبا عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا هذا العمل الإرهابي الخسيس والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. أكدت مصر مجددا الوقوف إلى جانب العراق الشقيق في مساعيه الرامية التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار ومجابهة كل صور الإرهاب والتطرف. معنا دلوقتي على التليفون الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف، تحياتي لحضرتك في البداية. أولا تحياتي لحضرتك وتحياتي لكافة مشاهدي إكسترا نيوز. يعني لو بنتكلم ان الحقيقه الارهاب يعني مش سايب مكان الا لما بيروحوا، يعني زي ما بنقول عمل ارهابي بتشهده العاصمه بغداد في العراق، تداعيات الموقف برايك؟ يعني العراق مستهدفه من اطراف عديده، على راس هذه الاطراف التطرف المعروف باسم داعش والتطرف الإيراني. تطرف داعش الذي يعني من خلال تواطؤ في لحظة ما استطاع أن يستولي على أراضي كبيرة في العراق ويقيم دولة له أسماها الدولة الإسلامية، وكانت الموصل يعني رمزها أو عاصمة فيها عندما اجتاح هذه المدينة واجتاح بعدها أراضي كبيرة، ومن خلال يعني عملية عسكرية طويلة ومساعدة دولية استطاع العراق أيام رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي أن يقضي على يعني هذه الدولة ويستعيد العراق. ولكن التجاذبات الإقليمية، الدور يعني غير الطبيعي الذي تقوم به إيران داخل العراق، وجود ما يسمى بميليشيات الحشد الشعبي والميليشيات المتطرفة أدى إلى إشغال العراق، فعاد التطرف السني القمي الذي يسيء للسنة والإسلام داعش للظهور مرة أخرى. بدأ باستهداف القوات العراقية في محافظات نائية في أماكن خارج العاصمة، وها هو الآن يعني يضرب قلب العاصمة. الآن يعني ما حدث اليوم هو يعني هجوم كارثي، هجوم شخصين انتحاريين يذهب إلى سوق مكتظ، يحاول أحدهما اجتذاب الناس بادعاء أنه يحتاج للمساعدة ثم يفجر نفسه، وعندما يتجمع الناس لمساعدة المصابين يقوم الآخر بتفجير نفسه. شيء سيء جدا، استهداف مدنيين. ولكن التوقيت ليه دلالة يا أستاذ أشرف؟ بالتأكيد التوقيت له دلالة. التوقيت يعني يريد داعش أن يرسل رسالة الآن للولايات المتحدة في عهد رئيس جديد أنه قوي وأنه قائم، ويريد أيضا إضعاف رئيس الوزراء الحالي السيد مصطفى القزمي الذي يريد استعادة العراق، استعادة الروح، استعادة الدولة، استعادة البعد العروبي للعراق من خلال علاقات وثيقة مع مصر والأردن وغيرهما، من خلال عمليات عسكرية تتم للقضاء على داعش في أطراف العراق سواء في منطقة المثلث السني أو حتى في مناطق التجمع الشيعي. وبالتالي يعني أعتقد أنه تنظيم مثل داعش ما زال يعمل بمساعدة الدول. لا، أيضا يعني التساؤل الأبرز هو استهداف العاصمة. يعني دائما ما كنا نرى هذه الانفجارات بشكل أو بآخر في بعض المناطق التي تختلف عن العاصمة، دائما يعني بغداد
توصف بأنها أكثر منطقة آمنة في العراق، كون أن هذا أو هذه الانفجارات تحدث في العاصمة التي ربما يعني يقول عنها العراقيون بشكل كبير جدا أنها منطقة آمنة وأنها العاصمة ومصدر الأمان، وإذا ولم تسقط العاصمة فبالتالي البلد لم تسقط بشكل أو بآخر، دلالة المكان أيضا. دلالة المكان أنه داعش يقول أنه يعود يقترب من العاصمة نفسها. هو داعش الفترة الماضية استفاد من يعني الأزمة التي كانت بين ما يسمى بالحشد الشعبي والقوى الأمنية ومحاولات الحشد الشعبي ومحاولات الجماعات الشيعية المتطرفة لضرب السفارة الأمريكية وانشغال الأمن العراقي وأجهزة المخابرات في هذا الإطار، وبالتالي تسلل عناصره وبشكل أو بآخر استطاعوا يعني اكتناز أو امتلاك كمية كبيرة من المتفجرات، وأتمنى أن لا تكون هذه بداية. داعش في الأماكن التي استولى عليها كان يستخدم نفس هذا الأسلوب، الأسلوب الانتحاري، لم يكن يرسل أعداد كبيرة من القوات إلى أي مكان. عندما استولى على الموصل كان عدد الذين استولوا على الموصل عدة مئات في مقابل 60,000 جندي، وماذا فعلوا؟ انتشروا في الموصل، فجروا أنفسهم في بعض الأماكن، فجروا سيارات، حدثت حالة من الفوضى، اضطرت يعني بعض الوحدات للفرار، وبعدها كان يعني ربما كان هذا التعليمات من القيادات الشيعية، لأن معظم المناطق التي تم الاستيلاء عليها كانت مناطق سنية، ويقال أن تواطؤا حدث آنذاك بين داعش وبين الحرس الثوري الإيراني وبين طهران من أجل تقسيم العراق، ونخشى ألا يعود هذا المخطط مرة أخرى، وبالتالي على الجميع أن يساعد العراق، أن يساعد الـ الأشقاء في العراق، أن يساعد الجيش العراقي والشرطة العراقيين على التصدي للإرهاب المزدوج، إرهاب داعش من ناحية والإرهاب المدعوم من إيران من ناحية أخرى. طيب يعني بشكل أو بآخر ما هو المطلوب الآن؟ يعني كما أشرت في حديثك أستاذ أشرف، الرسالة من داعش يعني أنه موجود خاصة في هذا التوقيت، وحضرتك ربط التوقيت بدلالة ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، إذن ما هو المطلوب الآن سواء كان من المجتمع العراقي داخليا أو كذلك أيضا المجتمع العربي الشقيق للعراق في الوقوف بجانبه في هذا التوقيت الحرج إذا استمر؟ يعني أولا مطلوب من المجتمع العربي والمجتمع الدولي دعم العراق حكومة وشعبا. العراق ربما كان الفقر الناتج عن الحروب والصراعات والاحتلال أحد يعني أسباب تجلجل الإرهاب وتمكن القوى يعني يعملوا إيه يا أستاذ أشرف؟ بس معلش اسمح لي، أي حد بيتابع دلوقتي كلام حضرتك هقول لك الكلام ده يعني ربما يعني بنسمعه بشكل أو بآخر بيتكرر ما بين الحين والآخر، ولكن على أرض الواقع لا يوجد أي جديد. يعني خلينا نتكلم بصراحة، لا هناك إيه المطلوب إن هو يتعامل على أرض الواقع؟ إيه الإجراءات التي يجب أن تتخذ حتى فعلا إن إحنا نحاول إن إحنا نقف جنب العراق ويبقى في تكاتف ووحدة بشكل كبير نقدر إن إحنا ننقذ فعلا إخواتنا في العراق وإخواتنا في أي حتة تانية عشان يقدروا إن هم يوصلوا للاستقرار اللي هم عايزين؟ اولا لابد من المساعده على اعاده بناء الجيش العراقي والشرطه العراقيين وتسليحهم وتجهيزهم بمعدات يعني معدات تستطيع بها رصد اي تحركات ارهابيه واي تجمعات وما الى ذلك، المساعده في ابعاد ايران عن اراضي العراق، المساعده في القيام بعمليه تنميه. العراق بلد غني ولكن الحرب دمر مقدرات، العراق لديه ثروة بترولية هائلة ولكنه لا يستطيع استغلالها على مدى حوالي 20 عاما، يعني دمرت الآبار ودمرت وسائل نقل البترول وتم استيلاء أو تم الاستيلاء عليها، يعني لدرجة أن داعش كانت لديه آبار ومناطق البترولية الخاصة بها. إذن العراق يحتاج إلى استثمارات تساعده في استغلال ثرواته، في إعادة بناء نفسه،
في مواجهة أعدائه الداخليين والخارجيين، والعراق يحتاج إلى خبرات وتنمية وتطوير ومعدات وأجهزة وما إلى ذلك. في بعض الدول ومنها العراق تكون الأسلحة الموجودة في أيدي الإرهابيين أقوى من الأسلحة أو أحدث من الأسلحة الموجودة في أيدي الجيوش والشرطة، ونرى هذا مثلا في التسليح وعدد الوحدات الكبيرة جدا للشيعة، عدد التنظيمات الشيعية الموجودة في العراق هي بالعشرات وعددها ربما لا يقل عن الجيش العراقي، وبالتالي لابد من مساعدة العراق على أنه يكون له حكومة واحدة وجيش واحد وسلاح واحد وسلطة مركزية قوية ومساعدته على إجراء الانتخابات ووقف كافة التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام، ومعانا على نفس هذا الملف مشاهدينا الأستاذ محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك أستاذ المشاهدين، أهلا أصدقائي. لو بنتكلم على فكرة يعني دلالة التوقيت والمكان في هذا الحادث الإرهابي وهذه الانفجارات التي شهدتها بغداد في العراق، يعني ممكن نقول إيه؟ يعني خليني أبدأ بالمكان. طبعا المكان وسط بغداد، في سوق شعبي، في سوق ربما حتى لبيع المنتجات الشعبية داخل بغداد العاصمة أو بالقرب من بغداد العاصمة. إذن المستهدف هو إحداث ضجيج وإحداث عمل إرهابي قوي ويستهدف أكبر عدد ممكن من الموجودين أو المتواجدين في هذا السوق الشعبي. إذن أنا أعتقد أن هذا العمل الإرهابي من حيث المكان هو لإحداث نوع من التأثير السلبي وربما زعزعة الثقة لدى الشعب العراقي فيما يتعلق باستقرار العراق وعودة العراق كما كان. هذا من ناحية المكان. من ناحية طبعا الزمان، أنا أعتقد طبعا أن الزمان مهم جدا، بمعنى نحن نتحدث حاليا عن عودة الدولة العراقية أو بداية عودة الدولة العراقية من خلال طبعا إقامة علاقات جيدة مع دول عربية، إقامة علاقات مع طبعا الولايات المتحدة الأمريكية في عهد جو بايدن، إقامة أيضا نوع من ربما إعادة بناء دولة عراقية. رأينا على سبيل المثال تحالف جيد بين مصر والأردن والعراق، رأينا أن العراق يتحدث على لسان رئيس وزرائه عن أنه يريد استلهام التجربة المصرية في إعادة بناء العراق مرة أخرى. رأينا أيضا علاقات قوية من العراق ببعض دول الخليج مثل الكويت ودول أخرى، كلها كانت أمور تصب في أن العراق يحاول استنهاض همته مرة أخرى من خلال طبعا العمل على وحدة وسيادة الدولة العراقية. إذن من ناحية المكان علمناها، ومن ناحية الزمان طبعا، والزمان كما أشرت لحضرتك أخذ من المسألة طبعا المكان. أنا أعتقد طبعا أن العمل يستهدف زعزعة أمن العراق وزعزعة استقرار العراق وعدم قيام العراق مرة أخرى من كبوته التي استمرت منذ عام 2003 حتى تاريخه. وأنا أتخيل طبعا أن العراق قادر، سواء من ناحية الشعب العراقي الذي حتى حاول نسيان هذه الذكريات المؤلمة، مناظر الدم ومناظر ربما التفجيرات التي عهدناها بعد الغزو الأمريكي العراق في 2003، وأنا أتخيل طبعا أن العراق قادر على استنهاض هذه الهمة، يعني بمعنى أن هذا الحادث لن يسنيه عن مسألة طبعا الاستمرار في بناء الدولة العراقية. هذه الدولة حضرتك كما تعلمي كانت أحد ركائز الأمن القومي العربي وما زالت. صحيح. بغداد كان يشار إليها بالبنان باعتبارها طبعا. طيب أستاذ محمد، يعني اسمح لي برضو أن أنا يعني أركز معاك وفكرة البيان المصري الحقيقي لهذه الانفجارات والإدانة، طبعا يعني كخطوة دبلوماسية طبعا ضرورية، ولكن حقيقة بعض الكلمات والمفردات التي وجدت في هذا البيان ربما تدل على شعور مصر الحزين تجاه يعني هذا الحادث بشكل كبير وهذه الانفجارات. يعني ذكر أكثر من مرة في البيان كلمة الأشقاء، وكذلك أيضا بكل الحزن وتمنيات بالشفاء. يعني كل هذه المفردات ربما يكون لها دلالات في طبيعة السياسة وطبيعة المشاعر المصرية تجاه العراق. يعني حتى لو نظرنا إليها أستاذ آية من ناحية حتى منهج تحليل المضمون اللي بندرسه لطلابنا في مناهج العلوم السياسية، أعتقد طبعا أن مسألة تحليل المضمون للخطاب المصري ليه دلالات هامة جدا. أولا دلالة أولى هي القرب طبعا الروح، القرب من ناحية المعنوية، وأيضا في دافع معنوي وحافز، في تحفيز هام جدا للأشقاء في العراق. استخدام كلمة الأشقاء أكثر
اكثر من مره واستخدام ايضا كلمات تدل على الحب والموده والقرب من الدوله العراقيه. كما اشرت لحضرتك ان مصر بتحاول استلهام روح طبعا بس الطمانينه في الدول العربيه كلها. مصر من خلال الدبلوماسيه الرئاسيه ساعدت لدور هام جدا، اولا في عوده علاقات مع العراق عوده طبيعيه جدا، ايضا استلهام كما اشرت لحضرتك التجربه المصريه في اعاده بناء الدوله العراقيه. راينا طبعا اجتماعات على اكثر من مستوى سواء فيما يتعلق بالوزراء الخارجيه او فيما يتعلق حتى برئيس الوزراء العراقي والرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله. اعتقد انها كلها جهود هامه جدا. اذا مصر عندما دشنت هذه الرساله للدوله العراقيه هي تشد من اسر طبعا العراق، وتحاول طبعا استلهام ما يطلق عليه الروح المعنويه لدى الشعب العراقي والحكومه العراقيه. واعتقد طبعا ان مصر من خلال رؤيتها تعلم جيدا ان العراق عليه ان ينهض من كبوته كما يقال، سواء من الناحيه السياسيه او الاقتصاديه او الاجتماعيه. هذه الدوله استاذ ايه تملك موارد طبيعيه هائله، لكن تحتاج فقط الى اعاده ترتيب اوراق، وتحتاج ايضا الى الوحده واللحمه الشعبيه مره اخرى. واعتقد ان من خلال الرساله المصريه ورسائل طبعا الدول العربيه الاخرى، اعتقد ان كلها رسائل هامه جدا. اولا توحي بان الدول العربيه تقف صفا واحدا طبعا ضد الارهاب باي شكل بكل صوره وبكل اشكاله في اي دوله من دولنا العربيه، اضافه طبعا استلهام طبعا الروح المعنويه لدى الشعب العراقي. واعتقد ان هذا شيء هام جدا. حتى راينا اليوم تصريحات الشعب العراقي نفسه يرفض كل اعمال العنف التي طبعا يحاول نسيانها كما اشرت لحضرتك خلال الفتره الماضيه. كان هناك أدانة من دار الافتاء المصريه ايضا ان هذا العمل لا يليق بمكانه الاسلام وليس له اي علاقه بهذا التطرف بشكل كبير واستهداف المدنيين. يعني برضو حرص دار الافتاء المصريه في التعليق على هذا الحادث الاليم. بالتأكيد أعتقد طبعا أن أي ديانة على وجه الأرض، أي ديانة سماوية طبعا ترفض هذا الشكل من العنف. يعني ما ذنب هؤلاء الأبرياء الذين قتلوا بدماء باردة كما يقال، وبأيادي ربما أيادي مجرمين. أنا أعتقد طبعا أن المشكلة، وطبعا حتى يعني لو سألنا أنفسنا سؤال عريض جدا، هل يعلم القاتل الذي فجر نفسه هؤلاء هل يعلم عنهم شيء؟ اعتقد لا. يعني المشكله هنا ان الذي يفجر نفسه في مثل هذا العدد الكبير من في سوق شعبي، اعتقد انه طبعا رجل لا دين له ولا مبدا ولا اي شيء، ورجل بيع نفسه وخسر الدنيا والاخره كما يقال. انا اتخيل ان الموضوع طبعا كما ادانته اليوم طبعا دار الافتاء، وطبعا وادانته طبعا المؤسسات الدينيه في مصر، اعتقد انه الموضوع لابد ان يؤخذ بعين الاعتبار. وانا اتخيل طبعا كما اشرت لحضرتك ان هذه الاعمال لن تثني اي دوله من دول العرب من دولنا العربيه على الاستمرار في نموها وعلى الاستمرار في بناء دولنا مرة أخرى. نعم. مدير المركز العربي للدراسات السياسية الأستاذ محمد صدق إسماعيل، طبعا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى نفس هذا المشهد الحزين الحقيقة على الإخوة الأشقاء في العراق، ويعني الانفجارين اللذين حدث في العاصمة بغداد بالعراق يعلق عليه السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا بك، مساء الخير. مساء النور. إذا أردنا أن نحلل يعني مضمون بيان مصر في إدانة ما حدث في بغداد تحديدا يعني مؤخرا بشكل كبير، نقدر نقول إيه يا فندم؟ وطبعا دائما هذه سياسة مصر وسياسة وزارة الخارجية إدانة كل أعمال الإرهاب أيا كان شكل هذا الإرهاب، بل نحن يعني على وفاق واتفاق في كثير من المعاهدات الدولية والإقليمية التي انضممنا إليها بمحاربة كل أشكال الجريمة المنظمة يتقدمها الإرهاب، غسيل الأموال، المخدرات، والتجارة في البشر، والهجرة غير المشروعة. إذا الإرهاب هو عدو الجميع وهو أغبى أنواع هذه الجرائم. يعني أنا أفهم أن تاجر المخدرات يكسب بعض المال، أن الذي يهاجر هجرة مشروعة يسعى لتحسين ظروفه، إنما الذي يقتل نفسه والآخرين الذين لا يعرفهم، أنا يعني مهما طاح بنا الخيال لنفهم عقلية هذا الذي يعمل هذا العمل صعب أن نتابعه. ونحن طبعا بالنسبة للعراق وكل البلدان العربية، هي بلدان شقيقة، العراق فيه جالية مصرية ضخمة نعتز بها دائما، علاقتنا بالعراق دائما علاقة وطيدة، وبإذن الله نأمل أن يعني أن يزول هذا الغم والهم. طبعا أحد الأسباب هو الانقسام الذي حدث بين طوائف وطوائف في العراق، ويتصور كل طرف أنه قادر على أن يعني يقود بلده في غيبة الآخرين. لماذا يا سيدي لا أدعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. صحيح. كل ما يعني معطيات القرآن الكريم والسنة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم يعني تطلب وجادلهم بالتي هي أحسن. أين هذا من يفجر الآخرين ويفجر نفسه أيضا وهو أخطر من الذين يقومون بعمليات تفجيرية، لأنه هو مقتنع أنه سيذهب شهيد. إذن هي مسألة ثقافة، مسألة صحيح عبء كبير جدا على كل مؤسساتنا لكن الإعلامية. سيادة سفير، دائما يعني مع ضيوف الكرام يعني أريد أيضا أن أستمع من كل ضيف حول دلالة التوقيت ودلالة المكان في استهداف العاصمة بالعراق. هو المقصود طبعا زلزلة الموقف عموما وجعل المواطن غير آمن على نفسه ويشل الحركة الاقتصادية. يعني التفجير نفسه شيء سيء ونتائجه مدمرة على الضحايا والشهداء، لكن له تأثير على الأحياء أيضا وعلى اقتصاد البلد وعلى الشعور بالأمن. من الذي يذهب إلى بلد يعني وهناك يكون عرضة لمثل هذه الأعمال الإجرامية؟ لا فضفوك عن من يذهبون للاستثمار أو من يذهبون لإعادة إعمار العراق، وأمامنا طريق طويل لإعادة إعمار العراق. كل هذه مسائل يعني من همومنا في العالم وفي العالم العربي تحديدا ضد هذه الجرائم التي ترتكب. هي ترتكب ضد كل فرد في الشعب العراقي. طب استهداف المكان يا فندم؟ لا يعني أنا مش شايف في أي ذكاء في استهداف المكان. هو بيضرب عشوائي في منطقة، يعني ما فيش دلالة يعني يقصدها بشكل كبير؟ ربما ربما، لكن يعني أنا الواقع لا أريد حتى أن أفكر في دلالات أو توقيتات أو ما إلى ذلك. هذا عمل غبي لا سبيل إلا أن ندينه وندين الأغبياء الذين وراءه. طيب أريد أن أتحدث معك عن طبيعة العلاقات المصرية العراقية سيادة سفير. يعني تعلم جيدا أن مصر كان في الفترة الأخيرة لها دور كبير في التنسيق ما بين بعض المواقف العربية مع العراق بشكل كبير حتى يعود إلى الاستقرار السياسي في المقام الأول والأمني، وبالتالي يعود الأمن والأمان إلى العراق مرة أخرى وتؤسس سياسيا مرة أخرى. بشكل أو بآخر يعني تداعيات هذه العلاقات في الفترة القادمة. والله يعني مصر والعراق دائما ضم إليهم سوريا هي أقوى الجيوش العربية وأقوى بلدان العالم العربي في إضافة للأمن القومي العربي، وبالتالي طبعا ليس سرا أننا نقول أن هذه الدول مستهدفة لأنها تملك أكبر الجيوش. يتميز العراق أيضا بأنه دولة ليست فقيرة. العراق لديه مخزون احتياطي من النفط يكفيه ويكفي تقدمه وتنميته، ولكن الانقسام العراقي بين عربي وكردي وشيعي وسني هذا يؤدي إلى مثل الذي نراه. ومن هنا يعني الحمد لله أنني أرى بعض التحسن في الموقف العراقي العام، وهذا مما جعل مصر والأردن يعودان إلى التنسيق الثلاثي المصري العراقي الأردني. وبإذن الله نأمل أن سير الحياة على الرغم من هذه التهديدات وهذه الأعمال الإجرامية سوف يجعل المجتمع كله يسير في طيار للبناء وليس للهدم، في طيار لدعم القدرات الإنسانية وليس قتل الأبرياء. إن شاء الله بإذن الله. مساعد وزير الخارجية الأسبق سيادة سفير جمال بيومي، شكرا جدا لحضرتك على هذه المداخلة. طيب يعني الحقيقة احنا كنا بنتكلم على يعني الحدث الأليم اللي شهدته الشقيقة العراق. الحقيقة دلوقتي يعني نذهب إلى مشهد آخر شقيق وهو المشهد الليبي. بيبقى مؤلم جدا للنفس إن احنا نشوف بعض الأطراف داخل هذا الوطن بتتحد مع بعض العناصر الخارجية ضد الوطن نفسه، وبالتالي ما عندهمش أي أولويات وأي أهداف أو أي غريزة وطنية في وحدة بلدهم بشكل كبير. خطورة المشهد ده وإزاي الدين الإسلامي بينظر لي خاصة في هذا التوقيت الحالي؟ بيتجدد لقائنا مع الإذاعي الدكتور حسن سليمان عبر الصوت والصورة. يا دكتور تحياتي لحضرتك في البداية. يا أهلا بيك، مساء الخير أستاذ.
بصينور يا فندم، لو بنتكلم على خطورة يعني أو خيانة الوطن، إن أنا بسبب يعني المصالح الفردية لي أنا والمصالح الشخصية فيخليني إن أنا أسيب وطني ويبقى في عناصر بتخربه واتحد مع العناصر الطامعة في وطني بشكل كبير وأعداء وطني عشان مصلحتي أنا الشخصية. وقائع حصلت في الدين الإسلامي وكان ليها ردع من الدين، وأيضا حضرتك شايف الموقف إزاي؟ بالفعل لا شك أن كل من ينال من وطنه أو يتحالف مع قوى خارجية أو مرتزقة أو ما شابه ذلك لا شك أن هذا يعتبر ليس خطورة فقط وإنما نعتبره يصل إلى درجة من درجات الخيانة. والحقيقة أنه فعلا جميع البيانات والمؤتمرات التي دعيت إليها الفصائل المختلفة في الشقيقة ليبيا، إلى إذا كان مثلا بيان القاهرة أو بيان أبو ظبي أو باليرمو أو سخيرات أو تونس أو الغردقة، كل هذه البيانات كانت تشير بما لا يدع مجال للشك بخطورة الموقف وبخطورة استغلال هذه الطوائف المختلفة والفصائل المتفرقة في أنهم يستقطبون قوى خارجية أو ما يسمى بالمرتزقة، لأن هؤلاء بطبيعة الحال لا يعملون شيئا لصالح بلدان لصالح الوطن الذين يذهبون إليه، بل يؤججون المسائل والصراع أكثر وأكثر حتى ينالوا الأموال المختلفة وما شابه ذلك. وليس الأمس ببعيد، فأنا أعتقد بأن المؤتمر الذي عقد في تونس في بدايات ديسمبر 2020 وحضرته في كلمته الافتتاحية ستيفاني ويليامز مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا، أعتقد بأن كلمتها كانت مؤثرة جدا في أنها حذرت من استخدام هذه القوى الخارجية في الشقيقة ليبيا، بل حذرت أيضا من وجود ما يقرب من 10 قواعد عسكرية لا يعمل بها إلا أجانب، بل على العكس يعني أشارت إلى أن هناك ما يقرب من 20,000 من المرتزقة كلهم يقبعون في ليبيا ليس لمصلحة ليبيا بقدر ما نعتبر أن ذلك يعتبر لون من ألوان، وهي أشارت إلى هذا، لا تعتبرون أن هؤلاء ضيوف على ليبيا وإنما نعتبرهم دائما كما لو كانوا يحتلون المنزل. وشهدنا بأنفسنا كثيرا من هؤلاء المرتزقة وهم يدخلون إلى أماكن مختلفة للسرقة وللنهب، ولدرجة أنهم كانوا يأكلون الأخضر واليابس كما يقولون، فكانوا يدخلون البيوت حتى ويسرقون الثلاجات والغسالات وما شابه ذلك. وليس الأمس ببعيد أيضا بيان القاهرة الذي انعقد عقب هذه الهجمات على الهلال النفطي وما فعلوه في ذلك، وأيضا حينما نجد أيضا هؤلاء الذين استخدموا القواعد العسكرية، وهناك قريبا الحالة التي ظهرت لنا 3 طائرات تقبع في غرب ليبيا، منها واحدة نزلت في قاعدة عسكرية في الغرب من ليبيا. كل هذه الأمور تجعلنا دائما نحاول أن نقول للشقيقة ليبيا لابد أن تجتمع الفصائل جميعها حتى يعني يؤيدوا هذه البيانات المختلفة في خروج هذه القوات الأجنبية ولا يستخدمون هؤلاء المرتزقة، ويكون الحل في طياتهم من خلال الاجتماعات المختلفة ومن خلال اجتماعهم على كلمة واحدة لصالح بلدهم ليبيا. طيب دكتور حسن، دائما أما بالنسبة لسؤالك الوقائع التاريخية من التاريخ الإسلامي والخاصة بهذه الأحداث المشابهة والتي نعيشها الآن ونشاهدها في الشقيقة ليبيا بشكل أو بآخر، يعني ما هي الوقائع المشابهة والقصص أو القصص المشابهة لذلك؟ يعني نستطيع أن نصل إلى هذا الأمر من خلال قول الله عز وجل بعدم استخدام هؤلاء الأعداء والكفار، حينما يقول رب العزة سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء.
تلقون إليهم بالمودة. طبعا الكفار يريدون دائما أن يجتمعوا على كلمة واحدة ضد الإسلام، ووجدنا هذا أيضا خلال عندما نزل الدين الإسلامي على قريش وكانوا كفار، وأيضا نزل وكان في نفس التوقيت في المدينة المنورة هناك اليهود والأوس والخزرج وكانوا كفار كقريش، ولكن كانت هناك بينهم الإحن والمشادات، إلا أن الأوس والخزرج لم يصل الأمر بينهم وبين اليهود إلى الحرب، وكان اليهود دائما يقولون لهم أظلنا زمان نبي سنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم، فكانوا يتحالفون فيما بينهم حتى يكونوا ضد هؤلاء الكفار لاختلاف العقيدة وما شابه ذلك. فلما جاء الإسلام عادوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل تحالفوا مع الكفار في هذا الوقت حتى يكونوا قوة ضد قوة الإسلام. ونبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم تتبعهم، لأن يعني لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إذن ينبغي علينا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتبعهم، لأن تتبعهم يذيب القيم بين المسلمين وبين الكفار على عقب أجيال مختلفة، تتعاقب هذه الأجيال ويأخذون من هذا ويأخذون من هذا ولا يعلمون شيئا عن العقيدة الصحيحة في الإسلام. ولذلك نبهنا رب العزة سبحانه وتعالى بعدم تتبعهم في ذلك الأمر، بل على العكس لابد لنا أن نتحد سويا، كما أنهم بعضهم أولياء بعض الكفار ضد تحزب المسلم، يتحزبون ضد الإسلام، فينبغي علينا نحن المسلمين أن نتحزب أيضا وأن يكون بعضنا أولياء بعض حتى نكون قوة ضد هذه القوة الكافرة والتي تريد لنا الدمار وتريد لنا البعد كل البعد عن الدولة الصحيحة والسليمة والمتحدة. نصيحة أخيرة من حضرتك للأشقاء في ليبيا. حقيقة لابد لهم من خلال هذه المشاهد المختلفة التي نراها في العالم أجمع وعبر التاريخ الإسلامي وعبر وصايا الآيات القرآنية ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، لابد لنا أن نعود إلى رشدنا وأن نجتمع على كلمة سواء، وألا نجعل الفرقة فيما بيننا تدعو إلى هؤلاء المرتزقة والقوات الأخرى، لأن هذه القوات لا تريد للليبيين خيرا، وإنما تريد أن يستمر هذه الأزمات، لأن في استمرارها مصالح مادية لهم وبقاء في هذا المكان، وهم يؤججون الإحن والمشاكل بين القبائل المختلفة وبين الفرقاء والأطراف المختلفة، فلا بد لهم أن تكون هناك مائدة مفاوضات تجمعهم ولا تشتتهم، ويكون بينهم ألفة ومحبة ومصالح مشتركة تجعل وجودهم بعيدا كل البعد عن هذا التمزق وهذا التفرق وهذا الاستدرار لهؤلاء القوات الأجنبية. بل بالعكس، هذه القواعد التي توجد في ليبيا وهذه الجنود والمرتزقة المختلفين لابد أن يخرجوا من ليبيا، ولن يخرجوا من الشقيقة ليبيا إلا بتوحيد الكلمة وتوحيد الصف وتوحيد الهدف فيما بينهم. الإذاعي الدكتور حسن سليمان، طبعا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا، وبنتمنى السلامة للشقيقة العراق والشقيقة ليبيا، ودائما وأبدا الحمد لله على نعمة استقرار الوطن. دائما يعني ربنا يحفظ بلدنا من كل شر ومن كل سوء، وربنا يحفظنا رب من شر الوباء، ودائما برضو خلي بالكم من نفسكم وخلي بالكم من صحتكم. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أي عبد الرحمن، وأشوفكم على خير إن شاء الله يوم الحد اللي جاي.